أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم معنا الأخ أبو الحكم بن كثير في رحلة أخرى في قصة محمد من الألف إلى الياء. بالبداية خلونا نرحب بالأخ أبو الحكم. أهلا وسهلا فيك أخي أبو الحكم. أبو الحكم، يا ريت الميوت عندك لأنه شغال الميوت. حبيبي جانا اسلم عليك واسلم، اعتذر الصوت ما اجى. ولا يهمك. اسلم عليك على بقيه المشاهدين والمشاهدات، طبعا المشاهدات قبل المشاهدين مفروض. لا يا رجل، لا يا رجل، يعني طول بالك، نشوف مين على الشات عنا، الأصدقاء الموجودين على الشات. يا شباب يا ريت، بدنا أسئلة، ما بدنا مشاحنات يعني. حبايبي حبايبي، أسلم على الكل وأتمنى الحلقة تعجبهم وأتمنى يشاركوا ويانا بالأفكار يعني. بكل تأكيد، يعني بكل تأكيد أصدقائنا المتابعين، يعني شكرا لكم لمتابعتكم أصدقائي. أبو الحكم، منين نبدأ؟ بس ده ياسر، تفضل أبو الحكم تفضل. احنا وصلنا لمراضع محمد، ف انا راح المكان اللي توقفت فيه راح اكمل فيه يعني. وصلنا انه محمد بخير وبركه، على اساس لما من يوم اللي اجى عندهم وصار يعني اللبن القابوس صار شزمه يعني، صار كله يطرح بركة ويزيد ويفيض، ويعني هذا الكلام اللي معروف كل واحد يقوله، حتى أنا أقوله إذا صار عندي ولد أقول من يوم اللي جاتني البركة زادت. المهم، فقال صاحبي حين أصبحنا: يا حليمة، والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة، ألم تري ما بتنا به الليلة من الخير والبركة حين أخذناه، فلم يزل الله عز وجل يزيدنا خيرا، ثم خرجنا راجعين إلى بلادنا، فوالله لقطعت أتاني بالركب حتى ما يتعلق بها حمار، حتى إن صواحبي ليقولن: ويلك يا بنت أبو دؤيب، هذه أتانك التي خرجت عليها معنا. اللي جاي مهم. فأقول: نعم والله إنها لهي. فقلنا: والله إن لها لشأنا حتى قدمنا أرض بني سعد. أرض بني سعد اللي كان بي محمد اللي يم حليمة السعدية يعني. طالع فيلم، هو ناس شايفينه الفيلم هذا، عن حليمة السعدية ترضعه وأختها بالرضاعة والشيماء وما أعرف شنو. المهم: وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، يعني جدب مو زين يعني، فكانوا مصورين هالشيء، لكن محمد شغل النووي ماله كله صار جميل يعني. فإن كانت غنمي لتسرح ثم تروح شباعا لبنا فتحلب ما شئنا. هاي لما محمد صار عندهم. وما حوالينا أو حولنا أحد تبض له شاتم بقطرة لبن. تبض شنو؟ وإن أغنامهم لتروح جياعا حتى إنهم ليقولون لرعاتهم أو لرعيانهم: ويحكم، انظروا حيث تسرح غنم بنت أبي ذؤيب، فاسرحوا معهم. فيسرحون مع غنمي حيث تسرح، يعني يوصفون من يوم اللي جا فيها محمد يعني زاد الحليب مع الغنم يعني والقاموس وكل شيء. فاسرحوا معهم، فيسرحون مع غنمي، نعم اوكي، حيث تسرح فتروح اغنامهم جياعا ما فيها قطره لبن، وتروح اغنامي شباعا لبنا نحلب ما شئنا. فلم يزل الله يرينا البركه نتعرفها حتى بلغ سنتين، يعني هذا محمد صار سنتين، فكان يشب شبابا لا تشبه الغلمان. طبعا شوفوا هنا، يعني ما اعرف، حاقنين الملائكه حاقنين يعني اوبر خاصه ما ادري بعد،
فكان يشب شبابا لا تشبه الغلمان، فوالله ما بلغ السنتين حتى كان غلاما جفرا. يا اخي يعني كذب وكذبه معقوله؟ سنتين بعد ابو غلمان ما يعرف ما هو يمشي. جفرة، ايش معنى الجفرة اخي ابو الحكم؟ يعني صراحه ما ادري، بس غلام الجفره يعني بدايه، يعني عابر العشره مثل هيك، الغلام اللي بدايه نقول يعني باعتقادي يعني غلام الجفره لو يكون ليش اقول شيء من عندي، بس اعتقد اعتقاد انه اما يكون بدايه انه غلام بدايته يعني لما يظهر العانه وما اعرف شنو هالاشياء، او يكون يعني غلام شبه بالغ يعني. أو غلام ذكي، لا يكون غلام ذكي. يمكن مو هو غلام، هنا كلمة غلام انت تدري الغلام يبدي من 10 سنين فوق، 10 إلى 14 هذا كله غلام يقول يعني. اي فقدمنا به على امي ونحن اظن شيء به مما راينا فيه من البركه. يعني شوف الكذب، انه سنتين عمره وكانه فد غلام، السنتين بعده يعني انت تدري جان انه لا يعرف يحكي ولا يعرف يقول، يا دوب يقول ماما وبابا، واكو اطفال بسنتين بعد ما ماشي يعني اذا تاخروا شوي، هذا لا صار غلام يعني. شوف ناس راح يحكي امنا مثل المسيح. ولما رأته أمه قلت لها دعينا نرجع بابننا هذه السنة الأخرى فإنا نخشى عليه وباء مكة. يعني هاي أمه لما شافته السنة الثالثة همنا مرادتها، قالت له خليه أكو وباء بمكة، خليه يروح يشوف شغلي تنصب العلم يعني، خلوني أكمل شغلي أطلع خوش فلوس وبعدين أجي أخذه. فإنا نخشى عليه وباء مكة، فوالله ما زلنا بها حتى، عبالك الوباء ما ينتشر في كل مكان، ما زلنا بها حتى قالت نعم فصرحته معنا فأقمنا به شهرين أو ثلاثة. فبينما هو خلف بيوتنا مع أخ له من الرضاعة في بهم لنا يمكن منطقة، جاء أخوه ذلك يشتد، فقال ذاك أخي القرشي، جاءه رجلان. انتبهوا هنا يعني المرض صرع الفص الصدغي بادي عليه من طفولته يعني، بس هنا ما ادري يقصد انه بالسنتين لو يقصد شويه اكبر، ثم اذا سوى بقد الغلام يعني يحكي بعد شنو يعني ايش باقي يعني اذا بقد الغلام، طبعا كل شيء يقدر يسوي. جاءه رجلان عليهما ثياب بيض فاضطجعاه بعد افهمه، فشق بطنه يعني كذب 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 يعني معقوله شويه، فشق بطنه فخرجت انا وابوه نشتد نحوه، يعني خفنا عليه نروح نشوف ايش بيه هذا، فنجده قائما منتقعا لونه متغير لونه، طبعا هذولاك اللي اخذوه معروف شو يسوون بيه يعني. يعني شو يسوون بيه؟ فهمنا ابو الحكم. يلعبون على لا لا لا، ايش تعرف انه انت حكيت كلمة ولكن البث توقف صراحة يعني. ايش ارجع اعيده يعني؟ يا ريت، لانه عن جد انا ما سمعته. اوكي، فبينما من يعني لما شافوه اخوه يعني هذا يعني ما تذكره صح؟ او ما سمعته. فبينما هو خلف بيوتنا مع اخ له من الرضاعة في بهم لنا، بهم يمكن مزرعة أو مكان لهم يعني تابع لهم يعني، جاء أخوه ذلك يشتد، فقال ذاك أخي القرشي، يعني يقصد أخوه اللي بالرضاعة، جاءه رجلان عليهما ثياب بيض فاضطجعاه يعني مددوه فشق بطنه. طبعا هم يقولون هاي الرواية، رواية أخرى محمد هو يحكي هسه راح نشوف، فاضطجعاه فشق بطنه فخرجت انا وابوه نشتد نحوه، يعني فلقنا عليه رحنا له، فنجده قائما منتقعا لونه، يعني لونه تغير، شفنا لونه تغير يعني، فاعتنقه ابوه يعني حضنه وقال يا بني ما شانك؟ شبيك؟ صار بيك؟ قال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض اضطجعاني، هاي الاضطجعاني حطوا عليها شمقوس يعني،
اضطجعاني وشق بطني. يعني اما هو مستحي او يعني طب مين ابوه؟ ابوه مين لما عم بقصد ابوه؟ مين ابوه يعني؟ ابوه يعني كنا اللي متبنيه، يعني ما هو عند جماعه اللي مستلمينه، هو وين عنده اب؟ ابوه توفى هو بفهم بعد يعني، بطن امه، يعني هو يقصدون ابوه اللي يعني مرب، يعني رجل حليمه السعديه اللي ترضع، يعتبر ابوه يعني بالرضاعه. اعتقد شلون الاخ بالرضاعه، يمكن هذا الاب يكون مو بالرضاعه، يعني يكون يصيح لبابا، لانه مثل يصير اخو الاولاد نفس الشيء بالرضاعه، يصير اخوهم فيصيح لبابا، يعني لانه عايش يمه، يعني عايش يمهم تمام. اللي يعني هي يعتبروه. الفكرة بس مشان نوضحها للأصدقاء يعني. اوكي. كل انسان يعني شغله الرضاعه المسلمين اكثر من يعرفوه، بس اللي ما يعرفون نوضحها لهم. يعني بالاسلام موجود انه اي مراه يعني ترضع شخص اخر، يعني مثلا طفل صغير، الامايه مثلا ما عندها حليب او شيء، تروح ترضع عند وحده صديقتها ومن منطقه، فهذه اذا رضعتها يعني قسم يقولون 5 رضعات، قسم يقولون 10 رضعات، حسب يعني كل يعني الحنفيه يختلفون عن الشافعيه. المهم اذا رضع عدد من الرضعات راح يكون اخ واخت لجميع العائله، يعني الاخوه والاخوات راح يكونوا يحرمون على بعض على اساس انه حليب قومهم سواهم، على اساس يعني باعتقادهم الحليب هو اللي يشبب الانسان ويدخل بالدماء ويبني الانسان، يعني فيعتبرهم اخوه، يعني حرام يتزوجون الاخ على اساس، يعني فيكونون اخوه يسمون بالرضاعه، حتى لو كان اخ، اي اخ او اخت، يعني الحليمه السعديه ايش قد ولد وبنات عندها، راح يكونون اخوان محمد بالرضاعه، لانه رضع من امه. هاي كانت هاي الحيلة تستعملها عائشة، بحيث لأنه هي ما عندها حليب، كانت تجيب لما تريد تنكشف على الرجال، كانت تجيب أختها وبنات أختها، كانوا يرضعون الـ أي شخص يجي كبير بالعمر، يعني عمره 30 سنة 40 سنة، مو مهم يجي يرضع، أظنه يرضع، هاي حقيقة. ليتني كنت ذاك الزمان حتى أرضع من هذا البستان. طبعا هاي حقيقه، انه كانوا كانت عايشه تجيب بنات اخواتها على اساس هذول يكونون شنو؟ اخوانها بالرضاعه، لانه قرابه، يعني شوف شلون يلفوها لفه طويله عريضه، يعني يخلون رجال كبير 30 و40 سنه لازمين سره، لازمين سره على الصف واقفين، والله شنو بدنا نشوف عايشه، لازم نرضع قبلها، يعني شوف المخ، يعني هذا الشيء مو ضحك، هذا حقيقه، يعني وعليه احاديث كثيره، حتى يعني قسم من زوجات محمد قالوا احنا ما ناخذ بهاي الرخصه، اذا تيجي تاخذ بها عايشه احنا ما ناخذ بهاي الرخصه. هي القضيه معروفه، لما قصه بالمناسبه راح اذكرها، اكو مولى حذيفه كان عنده يعني ابن تبني، بالتبني كان متبني، فلما محمد اشتهى زينب، القصة نعرفها، فحرم التبني يعني، فقال أنا شو أسوي، سالم مولى حذيفة هذا اللي كان علم، يعني حذيفة كان عنده سالم مربي يعني ومتبني يعني، فقال يا رسول الله أنت من يوم اللي قلت رضاعة يعني حرم التبني، اني بعد ما اقدر اخلي هذا الشاب، شاب عمره 25 سنه وعنده لحيه، اني يعني ما دام حرام التبني هذا شو يسوي عندنا؟ شنو الحل؟ فقال له، قال له محمد روح قال له ارضعيه وراح يكون ابنكم بالرضاعه، يعني 5 رضعات مشبعات، 5 او قسم يقولون 10، كل مذهب يختلف عن الاخر. المهم هذا مو قضيتنا، يعني مو مهم كم رضعه، المهم يعني موجود هذا الشيء.
فقالت له قالت له مش اسمه مرت حذيفه، قالت له كيف ارضعه يا رسول الله فهو رجل ذو لحيه؟ قال شلون ارضعه؟ قال ضحك حتى بدت نواجذه. اي حلو، دائما يقولوا المسلمين اي حتى بدت نواجذه، يعني ابتسم له ابتسامه كبيره على ساره. فقال له خلاص انت ما عليك ارضعيه ويحرم. فشوف الـ يعني ما حد كلمه وثقه اعلم انه كبير. ايه قال انا اعلم انه كبير، ما عليك انت رضعيه، يعني انا اقول لك يعني رضعيه خلاص. فاحلى شيء ورا ما ترضعه يقول تحكي ام سالم يعني ابن ابي التبني تقول يعني من ذاك اليوم اللي رضعته زوجي اساريره انفتحت، يعني صار يرتاح لهالشغله لانه خلص اعتبر ابني. يعني تخيل عمره 25 سنه قعد في حضنه وصار يلقم ثديها ويمتص الحليب، وهي وين عندها حليب اصلا؟ ما ادري عندها اطفال اخرين ولا لا؟ من اين لها الحليب يعني؟ الحليب اصلا ما بنوجد الا لما تكون الانثى وولدانه. اي بس قالوا حتى لو ما عدا حليب المهم يحط فمه في ثديها يعني. ف يعني كل شيء انت تخيل انه موظف وياك يعني يكون موجود على اساس حرام المراه تكون وياه، فانت ترضع من الموظفه فتكون اختك بالرضاعه، والنكته اذا تتزوجها حلال عليك. يعني يعني ما افهم شلون اخته ويقدر يتزوجها، يعني لو يفسر لنا يا حماده ان يرتاح هوايه صراحه. المهم طبعا اكو اعترض بعض العلماء، طلع الحويني الحيواني الحويني طلع هذا مشهور الحويني، قال اللي يقول تحط له في كوبايه هذا الكلام كلام فارغ، قال لانه اذا هذا صحيح الكلام كلنا نرضع من الجاموسه. قال يعني الجاموسه نحطها بجلاس ونشربها، هل صرنا اخوان الجاموسه بالرضاعه؟ قال اهم شيء التقام الثدي، لازم يكون بها التقام الثدي مباشره، حتى على هذا ناقش وعاند. يعني هذا الدين يعني شوفوا يا مسلمين انه شلون يسوون طرق ملتويه حتى، ويا ريت الطرق الشريفه. يعني معقول انا اخلي مرتي واحد لاخ يجي يرضع ارضعها لواحد كبير بالعمر؟ والله شنو هو سوى يعني بس باقي يسوي عمليه جنسيه، ايش بقى اذا يمص ثدي زوجتي؟ يعني ايش بقى بعد؟ كل شيء ما بقى يعني. ايه المهم يعني ما راح تقوم الشهوه عنده اذا عمل العمليه؟ طبعا تقوم عنده. هاي دين البسطرمه يعني، هذا هو دين محمد، دين الشهواني، والمسلمين للاسف الشديد بيتهمونا بالشهوانيه، وهن دينهم كله يعني سكس، ما شفنا غير السكس فيه والقتل والحروب. تفضل اخي تفضل. هو يعني بدل ما يمنع حاله شغله التبني والشغلات، هو بالعكس يعطي مجال كل واحد يقول يلا انا اريد ارضع منك، يعني يمكن سوى عليه تمثيليات يعني بمصر. قال يلا وقفوا بالدور وحتى ارضعكم كلكم راح تكونون اخواني. يعني عقل ما يقبله، واذا المسلمين يقولون هذا كلام مو صحيح، هذا احاديث صحيحه وموجوده والحويني ايده وقال على الاقل على سالم بن شو اسمه على سالم مولى حذيفه، وكلام عائشه حديث عائشه انه كانت تجيب اخوتها او بنات اخوتها يرضعون الشباب اللي يريدون يشوفوها، هاي اكيد 100%. والدليل على هالشيء بعض اخذوا بال يعني الاجازه وبعض ما اخذوا بيه. يعني على كل حال نكمل وين وصلنا. وشق بطني ثم استخرج منه شيئا فطرح، هذا محمد جاي يحكي هسه. قال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض اضطجعاني، نفس الكلام اضطجعاني وشق بطني. اكو روايه اخرى احنا نقراها ماخذينها فوق الجبل. وشق بطني ثم استخرج منه شيئا فطرحاه، يعني عبالك شو اسمه قلب مال شو اسمه، ما كنت تذبح الخروف تطلع القلب ماله وترتبه وتقصقصه،
كأنه يعني قلب النزع الدم كان شلون يشتغل، ما ادري كانوا يعني حاطين لك يعني هو سوندات او شيء. على اساس نزعوا منه شيء مثل العلقة سوداء. لا طلعوا انت ما تقرا شيء، يقول اخرجوا قلبي لي برا، يعني طلعوا قلبه برا غسلوه، بس تشوف يغسلوه مع شنو ينظفوه وحمموه وبعدين يضربوه ورنيش وبعدين يدخله. المهم عشان شلون ينظفوه، طلع قلبه عاش ما ادري يعني. لأنه كان وسخ مشان ينظفوه. ايه لا هو صغير كان بعد ما لحق، بس هاي يعني عنده هاي المرض من الطفولة، يعني عنده هاي المرض تخيلات او شيء يعني، هو اعتقد شيء ثاني يعني عمله وياه. المهم نكمل. ثم استخرجاه منه شيء فطرحه ثم رداه كما كان، يعني رجعوا قلبي بمكانه ثم رداه كما كان، يعني طلعوه مرة وطلعوا منها العلقة السوداء على أساس ودخلوه مرة ثانية جوا وخيطوه، وماكو مكان الخيط ما يبين. هاي شلون احنا يعني شلون نصدق؟ انا اجي احكي لواحد يضحك علي اذا احكيك حكي. فرجعنا به معنا، فقال ابوه يا حليمة لقد خشيت ان يكون ابني قد اصيب، فانطلقي بنا نرده الى اهله قبل ان يظهر به ما نتخوف، يعني خلي بسرعه الرجعه لاهله، لانه يعني ظهرت علامات غريبه يعني على الاشياء اللي صارت. يعني هنا المشكله احنا نلاحظ كل ما يجي كلام عائشه عيوش لما يجي اسم عائشه محمد يتنازل على اي شيء يتنازل كان، عرفت؟ فيعني دلدول ما له كان يعني محمد، فكانت باي اي وقت يعني كل الزوجات ما سوى العمليه مال الرضاعه، هي سوتها مهمه لا محمد ولا شيء. حتى لما انقلب وجهه قال انت مو صرحت السالم مولى عذيبه، انا يمين جاي اسوي، يعني هو ما عجبه. ما اكو احاديث يقول محمد ما عجبه لما سوت الحركه مال انه تجيب الناس وترضعوا ويدخلون على الرياجيل براحتهم لازم يسرق. فحتى تقدر تتحسر قدامهم، تدري لما يكون اخوك بالرضاعه تقدر تلبس براحتك، تلبس نصكم شعرك مبين، لانه يعتبرون اخوانه بالرضاعه، مجرد جوي رضعمون اخوته وبنات اخوته، يعني شوف العقل يعني. المهم فانطلق بنا نرجع قبل ان يظهر به ما نتخوف، يعني يخاف يعني شكوا انه جن، يعني هذا هو المرض اللي به ومعتقدينه جن يعني. قالت حليمه فاحتملناه فلم ترعى امه الا به، فقدمنا به عليها، جبناه على الامايه. فقالت ما ردكما به يا ظئر، ما اعرف شنو هاي ظئر صراحه، فقد كنتما عليه حريصين. يعني شوف الأمية تشكي، بدل ما تجي تاخذها بحضنها تهتم بيه، ليش جايبينه إلي؟ يعني انا مشغوله يعني. فقالا لا والله الا ان الله قد ادى عنا وقضينا الذي علينا، يعني احنا اللي علينا سويناه بعد، وقلنا نحشى الاتلاف والاحداث نرده الى اهله، يعني نتحاشى، يمكن هنا نحشى يعني نتحاشى يصير بي فد مكروه او شيء، خلينا نرد الاهل. فقالت ما ذاك بكما فاصدقاني شانكما، قالت قولوا صدق ايش بيش، ليش لازم ترجعوا لي؟ هي امنه قالت. فلم تدعنا حتى اخبرناها خبره، حتى قلنا لها قصه الاثنين جو ياخذوه والشغلات اللي شرحتها. فقالت أخشيتما عليه الشيطان؟ قال آمنة تقول. يا أنت منين عرفتي؟ يعني أنت قابل النبي لو كنتي شو اسمه؟ أنت يعني شو ما تعرفين عنه؟ كلا والله ما للشيطان علي من سبيل. زين أنت منين جبتي هذا الحكي آمنة؟ يعني أنت شو مدري الشيطان ما يقدر، ليش هو شنو؟ ليش تشفتي منه؟ أنت أصلا ما مربيته. المهم هي يمكن تشطر هاي شغله النور اللي تحكي عنها اللي توزعت عرضناها بالحلقه، اذا تحب اعرضها بعدين. كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل، والله انه لكائن
لابني هذا شأن، ألا أخبرك ما خبره؟ قلنا بلى. يعني تضحك عليهم تقول لهم هذا بركة، هذا أنتم ليش تريدون ترجعوا لي؟ هي تريد تخلص منه صراحة. فإحنا نعرف لحد 5 سنين كان يمه، وبعدين لما أخذتها هي بالطريق ماتت. يعني حتى اليوم اللي أخذتها به كان يمكن عندها تأنيب ضمير وتدري راح تموت وبالطريق ماتت. يعني سوت، يعني عبرت عليهم كلاوات مثل ما نقول بالعراق، يعني ضحكت عليهم. ألا أخبركم ما خبره؟ قلنا بلى. قالت حملت به فما حملت حملا قط أخف من علي منه. وهنا يجي السؤال، إنه هذا الكلام ما ينقال إلا إذا واحدة كانت قبل حامل، يعني قبل كانت حامل وذبت طفل وتقول إنه ما كان لي واكثر من واحد اكيد كانت، والا قالت الحمل اللي قبله كان اسهل، قالت ما حملت حملا اسهل منه. يعني احنا ما نعرف عنده اخوان ما عنده، منو اخوانه؟ وهذا راسا يذبنا على الشك بنسبه، يعني لانه هو ولد بعد 4 سنين من وفاه ابوه. يعني هو ولد وين؟ يعني كانت تاخذ الحضانه وترد وتدخله جوه مره الاخرى، شنو يعني؟ ما ادري. المهم ما حملت، فما حملت حملا قط اخف علي منه. فاريت في النوم حين حملت به كانه خرج مني نور اضاءت له قصور الشام. طبعا احنا عرضنا هذا النور الرباني، شلون توزع كهرباء، توزع في كل مكان. يعني اذا يحب جاني اعرضه كيف بعد. عرضناها حال، يعني ما بدنا نعرضها مره ثانيه. يعني اوكي، يعني صراحه سوينا عليها فيلم انا واخوي الرياض. طبعا تابعناكم. استلمته يعني. فرأيت فما عاد وين وصلنا؟ إيه؟ أضاءت له قصور الشام، ثم وقع حين ولدته وقوعا ما يقعه المولود. يعني وقع عليه إذا معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء فدعاه عنكما. يعني هنا مبين هي تريد تخلص منها مرة لو تقول شو تسوون؟ ما تعرف مش قد بركة، يعني خذوه وياكم تستفادون من عنده. يقول هذا الحديث قد روي من طرق أخر، وهو من الأحاديث المشهورة المتداولة بين أهل السير والمغازي. يعني هذا الحديث مشهور، يعني الكل يعرفوه، يعني إنه تام بركة والنور توزع بكل مكان لما وقع حمادة بيك. وقال الواقدي حدثني معاذ بن محمد بن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال خرجت حليمة تطلب النبي، وقد وجدت ألبهم تقيل، فوجدته مع أخته، يعني أخته الرضعة، ما أعرف شنو ألبهم تقيل يعني. فقالت في هذا الحر، يعني في هذا الحر يعني مطلعينه. فقالت أخته يا يا أما ما وجد أخي حرا، رأيت غمامة تظلل عليه إذا وقف وقفت، وإذا سار سارت حتى انتهى إلى هذا الموضع. يعني هذا احنا نسميه قص بالعراقي، لما واحد يحكي شيء كذا بنقول هذا يقص، يعني يكذب. فعلى أساسك وغيمة وين مهتم بالحرارة، يعني وين ما كان يوقف الغيمة لاحقته، يعني يقول يعمل له تجي وراه. كيف تعمل شو اسمه للدجاج بس تعمل له تاية الحك او تشلب. فالغمامة لاحقته وين ما يروح. وقال ابن اسحاق حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن اصحاب رسول الله انهم قالوا له اخبرنا عن نفسك. قال نعم، انا دعوة ابي ابراهيم، طبعا شل ابراهيم سواء مسلم طبعا، وبشرى اخي عيسى، اخوه صار عيسى، يعني عيسى سواء اخوه. وعيسى على الاقل يقولون عنه انه روح الله، شلون صار اخوك؟ ما تقول لي حتى رضاعه ما بيناتكم. ورأت امي حين حملت بي انه خرج منها نور اضاءت له قصور الشام.
انت منين سمعت الحكي؟ انا اريد اعرف صدق منين سمعتها لما اضاءت له قصور. انت كنت صغير عمرك 4 سنين 5 سنين، امك ماتت، انت منين عرفت هاي القصه مال اضاءت له قصور الشام والشغلات؟ واسترضعت في بني سعد بن بكر، هاي جاي يحكي هو كبير يعني، فبينما انا مع اخو لي في بهم لنا بهم، اصور يعني اظن مزرعه حيوانيه البهم، مزرعه يمكن، ايه مزرعه وهيك شيء يعني، مزرعه جمال او شيء من هالقبيل، اي اعتقد هيك شيء يعني، الشغله تخصهم يعني ما لهم يعني. هو مكان على الاكثر مكان يعني. اتاني رجلان عليهما ثياب بيض معهما قص من ذهب، يعني قاسه من ذهب، ليش من ذهب ما ادري صراحه، معقم ما ادري بعد. معهما طص من ذهب مملوء ثلجا، فاضطجعاني فشق بطني ثم استخرج قلبي، هنا اوضح يقول، ثم استخرج قلبي فشقاه، يعني عاد طلعوا قلبه فصلوه عن جسمه وشقوا له القلب مقصوه، فاخرج منه علقه سوداء فالقياها. يا سلام. يعني هلا خلينا ناخذ حكمه، خلينا ناخذ مساله انه يا اخي اوكي طلعوا قلبه وحطوه برا يعني بالاكسجين الاصطناعي مشوا حاله. هالعلقه السوداء هي يعني كلنا بنعرف اذا في تخثر بسيط في القلب يؤدي للجلطه يعني، فهالعلقه السوداء اللي يقولون تقريبا بحجم الاصبع يعني هذه كان موجوده ومحمد ما كان يصيبه شيء؟ هي العلقة جاية من، مو يقول ثم خلقنا المضغة علقة، العلقة تكون هيجي بالقرآن يقصدون بها تصير مثل العلكة يعني هيك، هاي هاي الدم ايه. المخثر هذا هو، اي طبعا دم المخثر هو راح يكون حجمه اتصور قد الاصبع الصغير على الاقل، مو بالضبط بالضبط يعني هاي المشكلة، انه حتى لو اخذنا انه طالع قلبه يا اخي طيب يعني موجوده هالعلقه هي يعني اصغر حبه بتساوي جلطه للبني ادم يعني شو يعني، هم كانوا لابسين كفوف له لما اشتغلوا، وليش لما خلصوا رجعوا له قلبه مره ثانيه؟ كيف مسكروا له بطنه يعني مكان العمليه ما بينت؟ وبتعرف انا بدي اسال سؤال هون، يعني هل الله هذا كان غلطان يعني لما نزل خلق محمد، هل كان غلطان انه عايف له علقه بقلبه بعد بعدين يبعث عمليه تصليحيه يجوا هذول الملكين يصلحوه ويطالعوا هالعلقه هي، يعني مثل تلسكوب هابل، خلينا نقول تلسكوب هابل 93 لما بعتوه على الفضاء كانت المراية تبعه فيها مشكله، فرجعوا بعتوا جماعة ناسا بعتوا رحلة تانية لتلسكوب هابل حتى قدروا يصلحوا تبع المراية تبع القعورارة، أنا نساني الكلمة بصراحة، يعني محمد نزل الله نزل محمد وبعدين حس إنه في عنده غلط بقلبه موجود في شغلة راح صلحها، يعني اعطونا عقولكم يا ناس، يعني اذا الله يعني بيعرف محمد وعلى اساس محمد هو اول ما خلق، يعني بيقولوا بالروايات قبل ادم وقبل الكون كله اصلا، يعني محمد هو اساس الكون كله لاجله خلق الكون، فهل من المعقول يعني يغلط في خلقه بعدين يبعث رحله تصليح مشان يصلحوه يطلعوا من قلبه هالعلقه هي ولا هالشيء الاسود هذا؟ الجان المشكله مو انه عنده علاقه وما عنده علاقه، يعني احنا الطريقه اللي جاي يصلحون بالموقف الموقف مثل ما يقول يعني الشرح ضيع علينا كل شيء، يعني مثلا مال شو اسمه الحصان الطائر هذا اللي طار بالسماء، هذا البراق، في هذا البراق انتم قولوا لنا الله قال كن فيكون، يعني نقول له قدره عاليه وخلاص سحبه مره واحده وخلاه عنده مشكله بقلبه، انت اصلا تعرف انت هذا راح يكون نبي مثلا، يعني احنا نمشي على عقول المسلمين يعني تفكيرهم،
امشي وياهم خطوه خطوه. زين هذا محمد من طفولته ليش تصير بي علقه اصلا؟ اذا انت خالقه حتى تسوي نبي، ليش تسوي بي علقه وتبعث ناس وشؤون وبطنه؟ على شنو يعني؟ ليش على شنو يعني؟ ليش تسوي الحركه يعني؟ وبعدين يعني على من تضحك يعني؟ شنو شقوا له بطنه وبقى عايش ويرجعوا له قلبه بمكانه وحتى مكان الخياط ما بيبين؟ هو يقول له خلص شلت العلقه وخلص كن فيكون انتهى. لا واصلا لازم العلقه ما تجي لانك انت محضر يصير نبي، كيف يصير في علاقه؟ يعني يعني مثل ما يقول المجنون يحكي المستمع عاقل. يعني انتم فكروا يا مسلمين يعني هذا بيا منطق، وهي كلها احاديث صحيحه يعني احنا ما جايبيها من جيبنا، هاي جايبه اني من اصح الكتب الاسلاميه. يعني المهم يعني اللي اريد اوصله انه فكروا يا مسلمين انه هذا الشيء كلام ما بي اي منطق، اي منطق ما بي. يعني شالوا له قلبه، العلقه ممكن تاثر عليه بس ما شالوا له قلبه ما راح تاثر عليه. يعني شوي شغلوها للجمجمه يعني. بسيطة بسيطة طول بالك. يعني صراحة يعني ما يخش بعقلي حتى لو أنا مسلم هالكلام ما أقدر استسيغه، يعني صعب علي استسيغه. يقولوا لي الله سواها بلحظة وضحى، يعني بلحظة واحدة سواها وشال العلقة خلاص، بلا ما يجيبوا طاسة من ذهب يغسلوه ما بعرف يعجنوه شو يعملوا له. إيه أوكي كمل. اوكي تفضل. المهم اسمعنا النكته، انا الصراحه ما اعرف منين جايب الكلام هسه. يقول يقول معهما طس من ذهب مملوء ثلجا فاضطجعاني فشقا بطني ثم استخرج قلبي فشقاه فاخرج منه علقه سوداء فالقياها عرفناها ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج. ثلج جايب، هاي منين جاب الثلج؟ ما ادري، حتى بالجزيره العربيه الثلج ما اكو. منين يعرفون هاي كلمة ثلج؟ أنا صراحة ما أدري يعني. يقول غاسلة بالثلج، ما أدري إيش فعل الثلج، ما أدري على أساس ثلج ينظف أكثر من المي يعني. هو الثلج أصلاً يجمد الشغلات كلها، يجمدها يقضي عليها. هن بتعرفوا بالحكم إن المشكلة عندهم الثلج لأنه مو موجود، فأكيد بيسمعوا منه لأنه في كان سفر في رحلات كان يسمعوا بالثلج ببلاد الشام يصير، فالثلج عندهم بالنسبة يعني شغلة كبيرة كبيرة، فلذلك طاسة ذهب لأنه ما بيعرفوا الذهب إيش هو، شغلة قيمة كبيرة عندهم كانت، والثلج قيمة كبيرة. فمحمد هيك ولا لو هلا كان عايش كان قال والله كان الطاسة مثلا ذهب خلينا نقول وموجود فيه مثلا سبيرته وعلى الأشياء المعقمة يعني على الأقل يعني 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 هي أصلا هم ما يعرفون أنه الثلج مو معقم، يعني الثلج أصلا الثلج اللي يقصدوهم طبعا ما كان صناعة الثلج بمي نقي وهالشيء، الثلج اللي يقصدوه الجليد اللي يوقع يعني بالشتاء مكانات مثلا ب سوريا الأردن العراق ما بيها إلا بالشمال. المهم يعني ممكن من هذا الطريق عرفوا هذا يكون مليان، روح ذبوا هذا الثلج اللي أنت تحكي عنه ذبوا بالماء شوف كمية التراب اللي فيه، خصوصا كلها صحراء مناطق صحراوية، يعني حتى لو نزلت مخصوص راح تكون وسخة قذرة تكون، فهي معتقدين إنه الثلج هو معقم لل سبيشال ديليفري يعني لازم تكون معقم. طيب قبل ما نكمل خلينا نتصل بلاخ جانو، قال لي بده يتصل. اوكي خلينا نشوف لاخ جانو، نشوف السبيشال ديليفري لاخ جانو. جانو شو رايك بالسبيشال ديليفري؟ يعني الغرب تعلم من الـ المسلمين هذا ما هيك. هم دائما السباقين يعني. تحياتي لك حبيبي جان حبيبنا جان حبيبنا جان منور منور. طبعا ابن كثير برافو عليك يعني جبتها من الصميم. طبعا اذا نشوف الفرق بين خديجه وآمنة
معها. هذا شو بيدل؟ بيدل انه آمنة كانت تمشي على حل شعرها مثل ما قال ابن كثير، انه ما شفت حمل يعني اخف يعني مثل حمل محمد. يعني شنو يدل على انه كان حملت قبلها؟ فعشان هيك اذا ما كان حملت ما كيف تعرف انه تفرق بين الحمل؟ هذا اول. ثانيا محمد في حديثه بيقول انه طلبت من الله ان ازور قبر امي فوافق، فلما طلب انه يستغفر يعني يغفر لآمنة فابى. يعني ليش ابى؟ هذا يدل على شيء ثاني، انه رد فعل محمد تجاه امي انه ام محمد كانت ماشيه على حل شعرها بالضبط. يعني هي ام الاعلام، يعني ام الاعلام او العلم واحد فوق الخيمه يعني. اها، لان محمد ما شاف منها الحنان ولا الرعايه ولا الامن ولا اي شيء يعني، فمشان هيك عندها كل ما بيقولوا الرد فعل الانتقام. صحيح. فمشان هيك والى مين في الكون يعني بس في نقطة أخي جانو، في نقطة إنه الأمه عم تقول مثلا كان حمله خفيف وكان ما بعرف شو، وطبيعي يعني طبيعي محمد ما عنده مشكلة مع أمه، يعني إذا كان ولاده طبيعية وخفيف وشيء، ف يعني الله بذاته فما بعرف إذا قصور البصرة وشام نورت ليش تركته؟ يعني إذا شيء دائما منور اللي راح أتركه؟ بالضبط. يعني في كثير أشياء سطحية بدائية، يعني شيلوا العاطفة، شيلوا القدسية، راح تلاقون إنه هذول عبارة عن شلة من المجرمين وحقراء. شله من المجرمين والحقراء، وهن من مزبلة القوم طلعوا وحتى وصاروا اسياد القوم يعني للاسف الشديد. يعني مثل ما قال اخوي جانو، يعني لو الام شايفه النور اللي طلع وكان حمل خفيف ليش تترك ابنها؟ يعني شو في اي ام تترك ابنها 4-5 سنين في الباديه وهي مثلا في المدينة؟ يعني حتى إذا اعتبرنا مكة كانت مدينة، يعني أي أم يعني أم عادية، فما بالك بأم سيد الخلق؟ يعني اللي أم اللي طلع منه نور وكان حمله خفيف والحكي كله. وبعدين بآخر الشيء محمد كإنسان عادي، خلينا نعتبر أنه أمه كانت عادية جداً مع محمد، أمه إنسانة عادية. يعني هل من المعقول الله اللي يعشق نبيه واللي فضله على العالمين وفضله على كل البشر محمد يجي يرفض له طلب لمحمد إنه يشفع لأمه؟ يعني محمد يشفع لكل البشرية، حتى لجعفر الطيار زوجته إجا عند محمد قال شو صار بزوجي؟ قال هو شهيد استشهد وهلا بالجنة بيطير، فصار جعفر الطيار. بس محمد ما ذكر انه فقط عنده يعني اجنحة، اذا بيكون عنده اجنحة لازم يكون عنده الديل كمان مشان يقدر يضبط الطيران. المهم حبيبي او مثل على طريق السوبرمان، يعني ما بتعرف انت شيلوا القدسية وشوفوا راح تلاقيهم مجموعة من الحقراء والجهلاء ومجرمين. وفي أخ محمد عم بيطلب إنه يشوف صورة ولادة محمد، هذا الصورة الأخ محمد هو نفسه هذا المسلم؟ لا، محمد الخطيب. محمد الخطيب. أوكي، أشوف إذا موجود عندي ليش لا أطلع. أنا ما أتذكر وبصراحة دقيقة واحدة إذا موجودة أنا
تفضل تفضلوا، اهلا وسهلا على كل لقيت الصورة. يعني ولادة محمد العجائبية، خلونا نشوفها سوا اصدقائي. يعني صراحة مثل ما قلنا، يعني الله يشفع، يعني محمد يشفع لكل البشرية عند الله، وكل البشرية ما عنده مشكلة. يجي الله اللي بيحب محمد قد الكون يقول له على أمه اللي حملته وتعبت فيه ووالدته، يقول له لا أنا ما بشفع لها، ما بدخل، يعني ما بقبل شفاعتك فيها. يعني شغله بدها منطق شوي. خلونا نشوف ولادته الرائعة. طبعا آسف أظن بس بالخربطة. خلينا نشوف ولادته الرائعة. هاي طبعا مثل ما احنا شايفين ولادة محمد، هاي الله من هون ومرت الله من هون عم بيطلعوا. طبعا محمد طالع من النور الذي خرج من آمنة أضاء قصور بصرة والشام. يعني محمد طالع مع النور. شايفين أصدقائي، هاي لمحمد الخطيب الأستاذ اللي طلب يشوف الصورة هاي. شوية بيشبه سوبرمان. هو مو بس بيشبه سوبرمان، صاير يشبه يعني شوي بده يصير سبايدر مان. انا ما هاي اللي وراها شنو؟ اللي وراها ما عرفنا شنو. اي وراها؟ لا لا واحترامي لابن الكثير. لا، هاي اللي وراها المسكينة لما بزته لمحمد ضرطت، فالغبرة من قوة الدفع صار غبار. يعني في لحد الساعة هاي عقول تصدق هالهراء هذا. يعني شيء محزن للأسف الشديد، شيء محزن. والمشكلة إنه هالهراء هذا اللي ذبحنا وخرب أوطاننا وشردنا وشرد الملايين، وشايفين نحن شو عم بيصير. على كل جانو، أنا بشكرك حبيبي، ونخلي أبو الحكم يكمل في مقالاته. تحياتي حبيبي جان، وبحبكم. شكرا شكرا حبيبي، شكرا حبيبي. تفضل يا ابو الحكم، تفضل. يعني اللي حكيناه، اللي انت حكيته، لا يعني لا يكون غير عقله الباطن انه رافض امه، حاقد على امه، ما يقدر يعني يسامحها لاخر عمره. والا شلون كان يشوف ورقه بالنوفل؟ اللي ما امن بالاسلام راح دخل الجنه، يشوفه بالجنه، ويشوف ابو طالب ابسط عذاب يصير بيه مع العلم، ما امن بيه اصلا، بظل كافر يعني، وبعدين هم يدخل الجنه. بينما امه عقل الباطن ما قبل يدخل الجنه، خلص قال ربي ما قبل، خلص يعني. هاي من يعني من ناحيه انه الطفل كان ترك، كان يعطيه حق يعني، لانه خلص وحده تركته يعني، ف ما يقدر يسامحها ابدا يعني. تركته ولها سمعة سيئة جدا جدا يعني، فإجباري بس. العقل الباطن مثل ما قلت لا يتحمل، فممكن يشفع على كل البشرية اللي ما دخلت بالإسلام واللي كفرت واللي كل الكفار، ولكن وصل لعند أمه. يعني إنسان مهما كانت أمه يعني ما هي كويسة معه، ولكن بالنهاية يرق القلب. بس هذا بعقله الباطن إنه في شيء أمي سيئة إلى أبعد الحدود. وكان بوقتها أصلاً يعني يعيبون الناس إنه بنسبه، ما أعرف كيف يرقعون هذا الشيء، يعني كيف يرقعون هذا الشيء اللي عن آمنة، يعني ما في أي ترقيع. بس السنة الأولى كان في مرض بمكة مثلاً، السنة الثانية، الثالثة، الرابعة، 5 سنوات تركت. يعني هي أصلاً مرعته، إذا مثل ما قال جانو، كلام عجبني كلش، انه اذا كان اذا بيع النور كله، ولا مثل ما يقول الشغلات الزينه اللي جايه من السماء، معجزات هاي كلها، ليش هي ما تحتفظ بيه؟ حتى على الاقل يعني اموره تمشي، حياته تصير زينه. يعني هي ضحكت على ذول الناس، انتم ما تدرون انتم وين جايبينه، روحوا خذوه، هذا ترى بيه نور وبركه، ليش جايبين عليه؟ وقبل كانوا صدق يصدقون اي شيء يعني. يعني
مثل ما قلنا يعني هي تركتها 5 سنين مو سنة وسنتين، المرض ايش قد بقى يعني. على كل حال يعني مهما تحاول ترجع بيه ما فيها يعني، ما فيها مجال يعني. بعدين غسلا قلبي ووطني بذلك الثلج حتى إذا ألقياه ورداه كما كان، يعني رجعوه مثل ما كان وخيطوه لبطنه وما حد شاف شيء. ثم قال أحدهما لصاحبه، يعني هذول اثنين اللي الملائكة اللي اشتغلوا العملية سوا، عملية جراحية كانوا داخلين كلية الطب فرع الجنة كانوا داخلين. ثم قال أحدهما لصاحبي زنوا بعشرة من أمتي، ما أعرف ليش يزنوا يعني، يعني صراحة ما أدري كان يعرفون إنه نبي أو شنو. قال له وزن بالعشرة أمته، شلون وزن أنا ما أدري، يا ميزان جاب شلون سوى الوزن، شلون قعد 10 نفرات وبعدين قعد محمد، وشلون محمد بعده طفل إجمالا. قال وزن بعشرة من أمته فوزنني بعشرة فوزنتهم، يعني صرت أثقل منهم 10 نفرات. ثم قال زنوا بماء من أمته، بلش القص، تعرفون القص بعد شنو بالعراقي. ثم قال زنوا بماء من أمتي فوزنني بماء فوزنتهم حتى البي يغلبهم، يعني وين وقفوا هذول ما أدري شو وزنوا يا ميزان، أنا صراحة ما أدري يعني، يعني لازم يقولون هالطريقة شو حتى شغلنا يصير سهل نقدر نوزن بيك ميزان. ثم قال زنوا بألف من أمتي، يعني ما كفى العشرة والمية فوزنني بألف وزنتهم، يعني حتى الألف غلبوا. فقال دعه عنك فلو وزنته بأمتي لوزنهم، وهذا إسناد جيد قوي عشت ريدون، يعني إسناده قوي وجيد، يعني يقول له توزن بكل أمة، يعني أمة محمد كلها الزبالة، يعني إذا هو وزنهم كلهم يعني باعتبار كلهم الزبالة هو أهم شيء واحد بهم، يعني يعني يوزن ب شلون مستخف بعقولكم هذا الشخص اللي ما عرفنا ايش سوى بيه ورا الجبل، وطول حياته مقضيها شغلات شنيعه، يسوي يتزوج طفله ويروح يمارس الجنس ويا طفله ويتزوج زوجة ابنه بالتبني وجرائم اخرى ما يحتاج نقولها يعني كله تعرفوه. هذا يوزن كل الامه؟ لا، أنا أقول أبسط مسلم يوزنه هو وأجداد أجداده، ما أقول كافر أقول مسلم، يلا أبسط مسلم أنا متأكد عنده التزام أكثر من محمد آلاف المرات، لأنه محمد كان كل شيء يسويه ويشرع كل شيء لنفسه، يسمع الناس 10 زوجات ما عدا ملكات اليمين السبايا يعني، والأمة ما سمح غير 4 شغلات هو يسمح لنفسه ويأخذ الخمس وبعد وبعد. ليش يوزن يعني يوزن جميع أمته؟ يعني هذا إهانة لكم يا أمة محمد، هاي إهانة لكم لو وزنكم كلكم يعني. قلنا هذا إسناده جيد قوي. ثم قال وحدثنا أبو عمر بن حمدان عن 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 عتبة بن عبد الله، عتبة بن عبد الله إنه حدثه أن جاء أن رجلا سأل النبي فقال كيف كان أول شأنك يا رسول الله، يعني شلون كنت اول ما ظهرت؟ قال كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت انا وابن لها في بهم لنا ولم ناخذ معنا زادا، فقلت يا اخي اذهب فاتنا بزاد من عند امنا واعجبنا اكل، فانطلق اخي ومكثت عند البهم، بهايم البهم البهايم هسه عرفت، البهم جمع يعني مثل الأول بهيمة بهم بهايم يعني، المهم ومكثت عند البهم، لما قال مكثت عرفت قصده، فأقبل إلي طائران أبيضان كأنهما نسران، صاروا طائران هسه أخوانهم غير شكل يحجون، طائران أبيضان كأنهما نسران، فقال أحدهما لصاحبي أهو هو؟ فقال نعم، يعني هذول يعني نسرين ويحجون وبعيدين، شلون سمعتهم؟ والنسر يحكي، احنا مثل ما يقول صدام حتى الفيل طيره الفيل يطير، قال يعني اذا جحش بيطير
عند محمد مع كل نسب ما يحكي يعني. كمان يقول لك الفيل يطير يعني، قال له يطير بس مش كثير يعني، هاي مو وقت اقول لك يطير بس ما بيعلي. ايه ما بيعلي، المهم ما يكسر صاحب الكلام صدام يعني. المهم قال اهو، فقال نعم، فاقبل يتجراني فاخذاني فبطحاني يعني اقوى من اضطجعاني فبطحاني يعني دقوا القع للقفا، فشق بطني ثم استخرج قلبي فشقاه فاخرج منه علقتين، صارت علقتين هسه بعد يعني رجال انت كنت شاكي من علقه واحده صارت علقتين. والله ما خلصنا يا اخي، ما خلصنا يعني بصراحه. ايش شو نحكي يعني، هو كتر كتر، خلي راح نشوف لسه خمس علاقات يطلع كل قلب علق. علقتين سوداوين، فقال احدهما لصاحبي ائتني بماء ثلج فغسل به جوفي. شنو مسوينا موطا احنا يمنا كان بالعراق يجيبون ثلج يحطوه بشغله ويصير يفروا فيها الى تصير بوظه يعني، جايب الثلج مشان ينظف فيه. سميها بشرة، نسميها بشرة. ايوه هي هاي. ويحطوا له ملح على الثلج، يحطوا ملح مشان مدوا بسرعه ويظلوا يحركوا فيها مشان تصير بوظه يعني. وصار بالبوظه غسلوه. فغسلا به جوفي، ثم قال ائتني بماء برد فغسلا به قلبي، ثم قال ائتني بالسكينة فذرها في قلبي. دخل السكينة بقلبه. احنا واحد رصاصة تفوت يم قلبه يموت، شو ندخل السكينة بقلبه؟ هذا حمودة حبيبي. شو حمودة يعني؟ حماده ما يكذب، لا ابد ما يكذب. ان هو وحي الا وان هو وحي يوحى يعني، وما ينطق عن هو عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. علمه شديد القوى. قبل الايه ائتني بالسكينه فذرها في قلبي، ثم قال احدهما لصاحبه خطه فخاطه. مين جاب الخيط؟ يا خيط ما الحمير جابه ولا شنو؟ يعني خيط منين جاء؟ وين كان اكو خيط؟ يعني فرض ان اكو خيط. يعني لما خيطت ليش اختفى الاثر يعني؟ وختم على قلبي بخاتم النبوة، قبل ما يخطوا بطني يخيطوا بطنه ضربوا الستمبل. يعني هي الستمبل، هي الخاتم النبوة، انا بس بدي افهمها يعني. انا عارف اذا بدنا نكتشف محمد، اذا نشوف خاتم النبوة نفتح له قلبه يعني حتى نتاكد. شيء مضحك للأسف الشديد، شيء مضحك. لا عن جد جاوبني أنت جان، قل لي لما ختموا على قلبه ما حدا يقدر يشوف الختم يعني، ليش ختموا أصلا يعني؟ أنت قول لي يعني، هو يعني هلا بحاجة لختم يعني؟ إذا الله من قبل ما يخلق البشرية عنده لوح محفوظ وبيعرف محمد ينزل، هل بحاجة إنه ينزله بالغلط، ينزل بقلبه هالاشياء هي بعدين يرجع يصلح ويرجع يختم له النبوه؟ طيب ما هو بتعرفه نبي يعني، كيف يعني بحاجه لخاتم نبوه وجوه قلبه يعني؟ لو خاتم نبوه على جبينه مثل زبيبه، هدول جماعه زبيبه، معقول يعني؟ اوكي مبين قدام الناس انه مشان تبرهن للناس انه نبي، ولكن بقلبه جوات قلبه ويعني بعد تصليح يعني شيء لا يدخل العقل. شو عقولكم يا شباب؟ انا عرفت ليش خاتم النبوة جان، انا اقول لك ليش. الخاتم لما يصعد للسماء راسه يقول له من انت؟ يقول انا محمد. يقول تعال جيبوا السكينه عباك بطيخ هيكون. لا لا يشوفون الخاتم النبوة موجوده ولا لا. لا 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 انت غلطان، هذا مثل الكود، تعرف الكود اللي مثلا تروح على السوبر ماركت بيحطوه على البضاعه وبيجي السكان بضغط عليه هيك خلص هذا سعره فلان، بنحط على الكمبيوتر مباشر. فمحمد لما بيطلع على السماء الله بسوي له سكان، انت محمد ولا لا؟ فوت على الجهاز. على كل حال المهم ختم النبوة يعني. عملوا له الختم زين.
بعدين يقول فقال احدهما لصاحبه اجعله في كفه واجعل له واجعل الفا من امتي، هذا بلش بالف مو عشره، فاذا انا انظر الى الالف فوقي اشفق ان يخر علي بعض. انا اعرف يقول انا اشفق عليهم يقولون علي من فوق، اما الف يعني هم هو صار تحت لانه وزنهم، يقول انا خايف يقولون علي. غير خيالات عندك، خيالات الكاتب ما توصل لهالدرجه يعني. الالف وين واقف وكيف خايف يقع عليهم هذه بعد. المهم اشفق ان يخر عليه بعضهم، فقال لو ان امته وزنت به لمال بهم، يعني كل الامه خلص يفوز عليهم، شيء الحديد اكسترا ما ادري. ثم انطلق فتركاني وفرقت فرقا شديدا، ثم انطلقت الى امي فاخبرتها، يعني يقصد لا امي مو من اي، يقصد حليمه السعديه اللي مرضعه مالته يعني اللي مربيتها، فاخبرتها بالذي لقيت فاشفقت ان يكون قد لبس بي، فقالت اعوذك بالله، فرحلت بعيدا لها وحملتني على الرحل. يعني مو تقولون غلام بقد غلام، ليش تركوها خليه يمشي شويه؟ شوفونا فعلا هو يعني سنتين وقد الغلام. وركبت خلفي حتى بلغنا الى امي، يعني امي الحقيقيه، فقالت اديت امانتي وذمتي، يعني اخذ منكم مقبل خذوا ما اريده، اديت امانتي وذمتي وحدثتها بالذي لقيت، فلم يرعها وقالت اني رايت خرج مني نورا اضاءت منه قصور الشام. اشرحنا ان هي رادت تسوي حيله عليهم، يقول لهم ايش تسوون انتوا؟ ما تعرفون ايش البركه، تاخذوا وياكم، ما عندي مجال، شغلي كله يوقف، الزباين كلها واقفه يعني. ورواه احمد من حديث بقيه بن الوليد به عروه بن الزبير، قال سمعت عروه بن الزبير يحدث عن أبي ذر الغفاري، قال قلت يا رسول الله كيف علمت إنك نبي حين علمت ذلك واستيقنت إنك نبي؟ كويس سؤال، شلون عرفت أنت نبي؟ قال يا أبا ذر أتاني ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة، فوقع أحدهما على الأرض وكان الآخر بين السماء والأرض. يعني واحد وقع الجناحات وقعت ما أدري مو قاع القاع، الباقي بقى الثاني بقى بالسماء، وكان الآخر بين السماء والأرض. شوف خيالات المريض يعني، حكينا بها المرض ماله بحلقة ويا الأخ سالي، يعني أنتوا دائما لما يحكي حاجة تخيلوا المرض صرع الفص الصدري، هذا اللي عنده إياه يعني دائما يتهيأ له يعني. فقال أحدهم أهو؟ قال هو. قال زينوا برجل، فوزنني برجل فرجحته. المهم هذا إعادة وأنا ما أريد أدوخ بيه. على كل بس في الأخ عمران حابب يتداخل معنا، أخي عمران أنا راح أتصل فيك، يا ريت ترد على السكايب. تفضل عمران تفضل. لا صوتك كتير واطي، يا ريت علي صوتك عشان نقدر نسمعك. تفضل. هيك تمام؟ تمام تفضل. بدي اسال الاخ ابو الحكم، بالنسبه لمحمد بن عبد الله لما ذهب الى بني سعد، من المعروف انه هو بقي عند بني سعد 4 سنوات، وانا بدي اساله اياه، انا ما بعرف كيف ممكن يتفسر الموضوع حتى بالنسبه للمؤمنين او للملحدين. محمد ارسلته والدته ليرضع عن بني سعد مو بس بغرض الرضاعه، بغرض انه يتعلم الفراسي واللغه العربيه الفصحى والقصص والشعامي بلاغة. لكن من المعروف انه قريش كانت من ابلغ القبائل العربيه واكثرها فراسي وشهامه، هي ما بعرف كيف ممكن تتفسر، بدي اذا الاخ ابو الحكم ممكن في يشرح لنا اياها. سمعت السؤال ابو الحكم؟ اي طبعا، يمكن الاخ عمران ما شاف الحلقات اللي سبقت، احنا شرحناها، حكينا انه على اساس بعض قالوا اكو مرض وبعض قالوا انه على اساس المناطق القرى يكونون فصحاء باللغه، وهذا الكلام يعني ردينا عليه انه كلام فارغ،
يعني اذا انت كنت ما متابع، ما شفت الحلقه عمران نسى اخبرك، والبقيه اللي ما سامعين خبرهم انه على اساس اخذوه قسم قالوا اكو مرض بالمكه فرادوا ياخذوه بمكان على اساس يبعدوا عن المرض على اساس القرى، واحنا نعرف القرى اوسخ من المدن. على كل حال وهمنا على اساس انه يتعلم اللغه العربيه الفصحى الاصيله يعني، بس هو احنا نعرف الشعراء والادباء والمهمين كلهم موجودين في قلب مكه، لانه مكه كانت اصلا هذا الحجر الاسود كانوا يزورون من كل مكان، يعني مو قبل محمد، يعني الاصنام موجوده بنص الكعبه كانت، فكانوا يجون من اي مكان يزورون هذا المكان، هذه الشغله قديمه يعني، بس اختلف عند محمد كانوا يفترون من اليسار الى اليمين حول الحجر الاسود، وسواء من اليمين لليسار محمد ما غير شيء، هو دائما يعني يكره اليسار ويحب اليمين، يكره العدد الزوجي ويحب العدد الفردي. المهم يعني قصدي انه الشعراء الحقيقيين كانوا في مكه، يعني ليش يدزوا مكان ما يفهمون اي شيء، يعني ناس يكونوا جهلاء. اخي عمران اتمنى تكون وصلت الاجابه يعني اذا سمعتنا. تمام عم بسمعك انت على اليوتيوب، بس جان قبل ما اسكر اذا ممكن اقول كلمه. تفضل تفضل. امبارح اول امبارح اخوتنا المسلمين قاموا بتنفيذ 4 تفجيرات انتحاريه بمدينه غازي عنتاب التركيه، طبعا الضحايا كلها كانت من السوريين والعراقيين، والاعلام ما غطى عنا ابدا. بس حابب اقول السلام والرحمه لارواحهم للي ماتوا بهالعمل الارهابي، واتمنى اللي عم يعلقوا ويسبوا على الالحاد وعلى الحلقه بالتعليقات يسمعوا هالحكي ويشوفوا اخوتهم شو عملوا بالعرب. يعني للاسف الشديد اللي فوق 50 ضحيه خلال يومين، المسلمين اللي بيجوا بيسبوا بيشتموا، يعني اصلا ذره الانسانيه فيهم منزوعه، يعني لو كانوا بالفعل في ذره انسانيه عندهم يوقفوا مع انسانيتهم هاي بذره صدق، ويشوفوا هدول اخوتهم المسلمين لما عم بيقول الله اكبر بفجر حاله بفجر الناس معه شو عم بيعملوا، ومنين جاي هاي الله اكبر، الله اكبر ما تنذكر الا بقطع رقاب ان كان بشر ولا حيوانات، يعني انتم لما تذبحوا الضحيه مثلا على عيد بقرة ولا غنمة ولا شو بتقولوا الله أكبر، لما تذبحوا إنسان بتقولوا الله أكبر، لما بتفجروا بتقولوا الله أكبر، الله أكبر هي للقتل. فأنا بتمنى يكون عندهم ذرة إنسانية، بس لكن للأسف الشديد إنسانيتهم ميتة، ويعني علينا نحن نحييها بداخلهم. بشكرك كثير عمران، بشكرك كثير حبيبي. طيب في اتصال، راح الاخ دانيال حابب يتداخل معنا. اخي دانيال يا ريت ترد علينا بسرعه. هلو دانيال، دانيال عم تسمعني؟ عم يحكي من الطياره يعني. تفضل تفضل. تحية لكم وتحية لمفسرنا الرائع من كثير، اللي عم يتعب ويجود علينا بكثير من المعلومات الجديدة والقيمة والرائعة. حبيت بس شارككم وأتشكركم على هذه الحلقة وهذه المعلومات القيمة والجديدة، فقط لا غير، وإيدنا معكم، وشو بيقولوا العقل ينصركم صديقي جان. والعقل معك يا أخي دانيال. يعني دانيال انا بدي اسالك، يعني محمد ليش ما رب محمد، خلينا نسال بالواقع، ليش رب محمد ما خلى محمد يشفع بامه، يعني ليش ما قبل شفاعه محمد بام محمد؟ هو لانه بشكل عام هو يعلم علم اليقين بانه في نقاط استفهام على هذا الموضوع، وفي نقاط استفهام على الحاله الولاديه اللي مرق فيها محمد، وبيعرف جيدا بانه المجتمع اللي هو عايش فيه بيعرف حقيقه هذا المولود وحقيقه يعني كيفيه ولادته لهذا المولود، يعني كيف ولد المجتمع بيعرف، فما فيك تيجي تكذب علينا المجتمع لانه عاصر هذا الحاله. فبظن عمليه شفاعته لامه حتكشفه اجتماعيا وحيكون فيها مشكله امام الراي العام بهذيك المنطقه يعني، فلذلك ابتعد ابتعاد كلي
مثل ما ابتعد عن موضوع جده عمه عبد المطلب، فلذلك في طوائف بتقول انه هو يعني مثل السنه بيقولوا انه بالنار ومات على كفر، بينما الشيعه بيبرئوه حتى ما يكون يعني نسب علي بن ابي طالب في شريان خليني اسميه في كفر. فالموضوع بكل بساطه هو وضع تبرير او وضع شفاعه لهيدي الانسانه، حيعمل علامات استفهام لانه في روايه بتقول انه هيدي المراه ولدته لمحمد بعد 4 سنوات، فحيصير في مشكله اجتماعيه حول محمد وحيصير في انتقاد اجتماعي له. فلذلك بظن انا يعني من ذكائه هرب من هذا الموضوع والتف على هذا الموضوع بكل بساطه وحتى ما تطرق له باموره يعني. لذلك بنشوف ذكر امه لمحمد بالروايات او انه مرحله طفولته اساسا هو مربي مع امه، هو مربي ببيت امه يعني امه بعثته عند ناس ربوه يعني ما بعرف اسمها اللي اخذته ربته يعني. حتى مرحله تربيته يا محمد في عليها مشاكل، وبتعرف انت الطفل نفسيا بصير بعيد عن امه وبغياب الاب، فالطفل بشكل عام بيصير عنده مشاكل يعني مش حنقول حيصير مريض نفسي بس بيصير عنده مشاكل بشخصيته، لان المكمل لهذه الشخصيه هو الام والبيت. فمحمد بشكل عام ربي بلا اب وربي بعيد عن الام، وبنفس الوقت في حديث بدور عليها حول هذا الشخصيه، وكانوا اللي بيولدوا بالمجتمع العربي بهذيك الفتره بهذه الطريقه بيصير عليهم مشاكل، الا وهو ولد بعد 4 سنين. فبظن انا انه ابتعد كليا عن ذكر شخصيه امه او الكلام عن شخصيه امه خوفا من مشكله اجتماعيه بكل بساطه. طيب شكرا كثير لك دانيال، شكرا على الرأي الطيب، شكرا شكرا. أبو الحكم إذا في عندك أي تعقيب على عمران أو دانيال تفضل. الميوت جاء بس الصوت. حبيت يعني أشكر ال كارجانو وعمران ودانيال إنهم اتصلوا وعرضوا آرائهم وأفكارهم، يعني زودونا بمعلومات أخرى يعني عن محمد. وهذا الكلام اللي عمران طبعا جاوبنا عليه، بس الأخ دانيال كلامه صحيح، يعني هو المشكلة الأساسية بمحمد هو مشكلة أمه، يعني أمه كانت يعني ما يعرف شلون يغطي وما يقدر يذكرها بسوء، لأنه إذا يذكرها بسوء راح يقولوا له انت ابن حرام او امك ما مربيتك او شيء، فهو يحاول باي طريقه يعني عنده حرب نفسيه يعني داخله، يعني انه الام تبقى امه نفس الوقت ما يقدر يكسر بيها، لانه اذا كسر بيها يعني خلص هو كسر بنفسه يعني. فهو كان يحاول باي طريقه انه يقول كويسه واهتمت بيها وطلع نور منها وهالكلام يعني، وبعدين نفس الوقت ما يقبل انه تدخل الجنه، لانه احنا نعرف لما يقول الله ورسوله الله ورسوله يقصد نفسه يعني. يعني منو الله اللي حكى وياه؟ يعني ما عنده شغل وعمل يشوف محمد شو يسوي حتى يروح يحكي وياه؟ يعني شنو هذا الاله ملتي بواحد من الجزيره العربيه وتارك الكره الارضيه كلها وتارك الاجرام السماويه كلها ومركز على واحد من الباديه ياكل الجراد كان. المهم يعني مشكلته مع أمه بقت للأخير، يعني أنه محتار بين يمدحها ولا يذمها. فبالآخر يعني آخر شيء قال أنه خلاص ما قدر، عقل الباطن ما قدر يدخلها للجنة، وهو لما ما تربى وياها طبيعي راح يصير الجفاء وراح يصير الحقد، وهي شوية مربيته كان يذكر شوية من محاسنها يعني. تمام، شكرا كثير لك. في شيء ثاني تخبرنا عنه بهالحلقه؟ يعني شو اسمه يعني شويه باقي لي شويه اخلص شو اسمه، واذا ماكو اتصال انت بعد تقدر تني راح اشوف ايش باقي لي، اعتقد شيء بسيط باقي لي. تفضل. اوكي. هذا الشيء الاشياء قلت اللي تكرر ما اريد اذكره لانه احنا ذكرناه وما بي اي معنى الا الذكر مره اخرى، بس هو من طرق اخرى يعني. بس عده رواة يعني، مثلا ابن عساكر حكاها وغيره، وطرق
طرق بن وهب، فيعني الكلام كله معاد، فهذا كله دليل للمسلمين انه الاحاديث صحيحه ومن عده طرق جايه، فانتم لازم تعرفون انه هاي الخزعبلات والخرافات اللي كان يحكيها محمد حقيقيه حاكيه، يعني هواي لاسانيد يعني. هنا اشوف روايه اخرى يقول لك اخذ بئر زمزم، وحديث اخر ما قريته يقول جبريل اجى شقله بطنه، يعني كلام كله تمثيليات ويا ريت يشبهوا بعض يعني. اذا اكو شيء مختلف راح اقرا او انهي. يعني صراحة أريد أنهينا لأنه شغلات كلها مكررة وما أريد أدخل على موضوع آخر، لأنه الموضوع الآخر اللي راح ندخل عليه هو فصل كفالة عبد المطلب للنبي محمد، يعني لما يستلم جد عبد المطلب، فهذا نحكيه بالجزء الآخر لما استلمه عبد المطلب. هو يعني عاش حياة تعيسة يعني، أمينة لا أب على رأسه ولا أم، وبعدين استلم عبد المطلب، وبعدين استلم أبو طالب، وأبو طالب أصلاً ما احترم محمد، راد منه بنت منطقة يعني، راد يتزوج بنته ولا آمن به الآخر العمر أمينة. يعني كان ذليل عايش بكل مكان، كان عايشة ذليل يعني. على كل حال أشكرك جان، وأشكر الأخوة لسعة صدرهم، وراح نشوفهم بالأسبوع القادم على الأكثر، راح يكون الاثنين باعتبار أنه يعني أخذ شيء ما كانت تقدر إلا الاثنين، فأجلناها للثلاثاء. الأسبوع الجاي الحلقة من محمد من الألف اللي راح تكون الاثنين على الأكثر إذا ما حدث شيء طارئ يعني. أشكر كل الأخوة يعني أنتم سمعونا. أكيد راح يكون أظن يعني الاثنين حلقتنا الجاية بمحمد من الألف للياء، وبنكمل بالتبني ونشوف قصة التبني أصلا يعني، أو يعني قصة التبني يعني إنه ابن أخوه ولا ابن نانته، يعني بيقولوا إنه بيت المطلب هو، لا أظن يعني هو متبنينه اكيد بيت المطلب، انا هذا اللي اعتقد يعني. على كل اصدقائي انا بشكركم كثير على المتابعه، وشكر اخوي ابو الحكم على الوقت الطيب اللي اعطانا اياه، واشوفكم على الساعه 8 يعني تقريبا في ساعه و40 دقيقه من هلا في مع دانيال اخونا دانيال والاخ ليث الكوثري في خرافات عقلانيه، نشوف خرافات المؤمنين وعقلانية خرافات المؤمنين. أشكركم كثير وإلى اللقاء في حلقة قادمة. شكرا أبو الحكم، شكرا حبيبي، شكرا، باي باي.